مندوبا عن سمو الأمير فيصل بن الحسين، رعى محافظ عجلون علي المجالي حفلة تدشين مزار سيدة الجبل في بلدة عنجرة التابعة للمحافظة شمال المملكة. كما ترأس سيادة المطران ويليام الشوملي مطران اللاتيني في الأردن القداس الاحتفالي بمناسبة تدشين المزار نفسه. المزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير. مندوبا عن سمو الأمير فيصل بن الحسين، رعى عطوفة محافظ عجلون السيد علي المجالي حفل تدشين مزار سيدة الجبل في محافظة عجلون. حضر الاحتفال سيادة المطران ويليام الشوملي مطران اللاتين في الأردن وغبطة البطريرك فؤاد طوال والسفير البابوي لدى الأردن المونسنيور ألبرتو أورتيغا مارتن ورئيس رهبنة الكلمة المتجسد جوستافو نيتو وكاهنا الرعية الأب يوسف فرانسيس والأب مرقس بشاي وعدد من الأباء الكهنة وممثلو الكنائس الرسولية. وحضر من الجانب الرسمي أمين عام وزارة السياحة والأثار السيد عيسى قمو وعدد من الشخصيات الرسمية والدبلوماسية والنيابية، حيث جرى خلال الاحتفال الذي أحيته جوقة ينبوع المحبة بالتراتيل المميزة للسيدة العذراء إلقاء العديد من الكلمات، منها من تحدث عن هذا المكان المقدس وتاريخه النير، ومنها من أشاد بدور الأردن قيادة وحكومة باهتمامه المميز بالأماكن المقدسة في وطننا الحبيب الأردن. وخلال الاحتفال قدم المطران الشوملي وسامة وشهادة القبر المقدس للمهندس فراس غالب مقطش على تبرعه السخي لما قام به من أعمال بناء وتحديث تليق بهذا المكان المقدس. ومن ثم عرض المهندس المصمم للمشروع إيهاب بطارسة فيديو تفصيلي شرح خلاله عن بداية أعمال الصيانة والترميم للمزار. وفي نهاية الاحتفال قام مندوب راعي الاحتفال بقص شريط الافتتاح الرسمي معلنا عن بداية فتح الأبواب لكل الحجاج من جميع أنحاء العالم لمزار سيدة الجبل في عنجرة لينالوا البركة من قدسية هذا المكان. وبعد احتفال التدشين ترأس سيادة المطران ويليام الشوملي مطران اللاتين في الأردن القداس الاحتفالي الأول بمناسبة تدشين مزار سيدة الجبل. عاون سيادته في الصلاة السفير البابوي لدى الأردن ألبرتو أورتيغا مارتن ورئيس رهبنة الكلمة المتجسد جوستافو نيتو وعدد من الكهنة بحضور راهبات الكلمة المتجسد وجموع من المؤمنين. وفي بداية القداس دشن سيادة المطران الشوملي المذبحة بزيت الميرون المقدس بخمس رشمات رمزا لجروحات المسيح الخمس لتهيئته للذبيحة الإلهية. وبعد قراءة الرسائل والإنجيل المقدس قدم سيادته عظة تحدث خلالها عن القيامة المجيدة التي نعيشها في أيامنا المباركة. الرحمة الإلهية. لنبدأ بالإنجيل المقدس.
إنجيل المقدس هو إنجيل الرحمة، لأن يسوع القائم قد ظهر لتلاميذه في اليوم الثامن خصيصاً من أجل توما الرسول الذي كان غائباً في الأحد السابق ولم يرى يسوع القائم ولذلك لم يؤمن، ظهر له يسوع خصيصاً. ولكن قبل أن يكلم توما تكلم مع تلاميذه وأعطاهم سلطة عجيبة عجيبة، نفخ فيهم، ونفخة ربنا في العهد القديم بتذكركم بالحياة الجديدة، عندما نفخ الله في آدم أعطاه حياة، ولذلك نفخ في التلاميذ لأنه أراد أن يعطيهم قوة جديدة، قوة من الروح القدس. نفخ فيهم وقال خذوا الروح القدس، من غفرتم لهم خطاياهم تغفر لهم، ومن أمسكتم عليهم الغفران يمسك عليهم. المغفرة لله، لأن المهان هو الله، الله وحده يستطيع أن يغفر الخطايا، لكنه برحمته تعالى أراد أن يشرك الكنيسة أيضا في منح هذا الغفران، لذلك أعطي الكهنة هذا السلطان العجيب الذي لا نستحقه لأننا نحن خطأ، لكنه أعطانا هذا السلطان كي نمنح المغفرة باسمه. ومن ثم رفع التقادم أمام مذبح الرب على نية السلام في العالم أجمع وبالأخص شرقنا الجريح. وبعد تقديس القرابين منح سيادته سري التثبيت والمناولة الأولى لعدد من أطفال الرعية. وفي الختام خرج موكب الأساقفة والكهنة على أصوات الجوقة مسبحة وممجدة وشاكرة لله العلي على كل نعمه وعطاياه. يوم إلها صلينا لما العطرة تبكي دم تبكي معنا وعلينا ننسى وفينا تهتم يوم إلها صلينا. يشار بأن كنيسة ومزار سيدة الجبل هي كنيسة كاثوليكية تقع في بلدة عنجرة في محافظة عجلون شمال غرب الأردن، ويعود تأسيسها الحديث إلى عام 1932، حيث أقيمت على أنقاض كنيسة أثرية قديمة تعود إلى القرن الرابع للميلاد. تعد الكنيسة من المواقع الخمسة المعتمدة من الفاتيكان للحج المسيحي الذي يشرف عليها منذ عام 2000 لتكون وجهة للحجاج المسيحيين في الأردن.